ماليا تابع على التصريح التالي. طبعا انت لا تنسى انه نادي الوحدة يعني بيمر بأزمة مالية خانقة جدا جدا، والأزمة المالية دي يعني ما هي غريبة علينا، ولكن زايدة زيادة عن اللزوم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعدي كده ونعالج السلبيات ونوصل لإيجابيات، وإن شاء الله النادي يحقق الهدف، نحقق إحنا أبناء مكة المكرمة وكمجلس إدارة متعاونين متكاتفين مع بعضنا في أن نعمل من أجل إعادة الوحدة إلى سابق عهدها الذهبي. هل هي ديون متراكمة الإدارة السابقة أستاذ جمال؟ والله ديون موجودة ومتراكمة على النادي من الإدارة السابقة؟ نعم موجودة، الديون من الإدارة السابقة، يعني أنت جالسين إلا من الإدارة السابقة عشان الجمهور، أنا أتكلم عشان جمهور الوحدة. الديون موجودة ولكن إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا ويعيننا على أننا نغطيها ونسدد ونمشي ونكمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناء مكة المكرمة والمحبين لدعم النادي حسب توجيهات سمو سيدي الأمير خالد الفيصل بمناسبة هذه الزيارة. وإحنا ما أقدمنا على اختيار المدرب مختار إلا على أساس أنه إن شاء الله الرجل المناسب للمكان المناسب، ونادي الوحدة يحتاج مدرب في خبرة وكفاءة المدرب مختار وعلى أساس كمان سهولة التعامل ووصول المعلومة ما بين اللاعب والمدرب بأقصى سرعة ممكنة، وإحنا نكون عضد اليمين نساعده في متطلبات تطوير الفريق. هذا في إن شاء الله إننا نسوي دورة داخلية لأندية الغربية ما بين الوحدة والاتحاد والأهلي والربيع ونادي حراء، تكون يعني استعداد للدوري في الوقت الحاضر خلال إن شاء الله قبل بداية الموسم بأيام معدودة، يعني عشان يكون فيه الإعداد يكون جيد ويكون اللاعبين جاهزين لخوض مغمار بقية الدوري. طبعا كان